السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في منوعات رحالة، رحلة جديدة في صيد البلطي. بص يا جماعة، احنا على مية الخيول. مية الخيول ديت مية على الطريق الصحراوي مصر اسكندرية في الكيلو 45، اسمها المية الجديدة. أنا معرفش أكتر من كده. الأدوار دي أدوار ناس عرب بتقعد عليها بالفلوس، بياخد منك 20 جنيه ولا حاجة وبيقعدك هما اللي عاملينها. المية دي يا جماعة ما بتشتغلش على طول، يوم زي ده كده تاخد سمك مجنون كيلوات واتنينات، ويوم تاني العملية تخلف معاك خالص. سامحونا يا جماعة، أنا مش عارف إن أقدم أي حاجة بسبب اللي بيحصل في الستيك. بجد والله أنا مستاء، بجد والله يعلم ربنا، قلبي حزين على اللي بيحصل في فلسطين، تعبان من كل قلبي. ربنا ينصرهم يا رب، ربنا ينصرهم يا رب، ربنا ينصرهم يا رب ويفك كربهم، اللهم آمين. سامحونا على التأخير، بس والله أنا اصطدت كتير وخدت سمك كتير، بس ماليش نفس نصور. الله في النعمة. هو ده السمك، هو ده السمك، هو ده السمك، هو ده، هو ده يا جدعان السمك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. لا بقاي قطع، بقاي قطع. واكل ايوه، هو ده السمك يا كان هيفلت على تك. يلا على تك، على ابوه، ابو خشم حجر، اديله. هو ده السمك. اي نعم، هو حزنها. ملتوش راتش عسل دي، عزنان. اوعى، هو ده، هو ده السماء. خش عالجيب، ان شاء الله. لا مفهوم بقى واحد يا محمد، ايه مزنوق في سمك ومش معهوش لا شوكه ولا معاه حاجه، بيعمل ايه دي؟ ما المشكله مساكه وينزل ايه؟ ولا ايه، زعل ولا زعل نفسه. ودي هي جايه من بقه، ما شاء الله. اطلع بقى يا حكش، ما شاء الله. ايش عليك يا حمد؟ صفات النبل هنقصها، خلي اقعد. ان
شاء الله. حفية اخواتي وحبايبي، انتظرونا القادم احسن. احلى تحية ليكم من اخوكم سامح الخلقة من وطرحالة. صلاة النبي.